سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبات حسنا وكبلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبي أمير الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وكن ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله.